أخبارنا كثيرة جدا، لكن خلينا يعني قبل ما نطلع الفاصل سريعا نعدي ونشوف الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. يلا نبدأ جولتنا بصحافة ماركا الأسبانية اللي ركزت على فوز ريال مدريد 3-0 على إليتشي. طبعا دي في إطار الدوري الأسباني، وكتبت المتصدر مستمر وتقنية الفيديو تلغي 3 أهداف لفريق أنشيلوتي ولونين طبعا يتألق. صحيفة كمان اهتمت بلقاء برشلونة وفياريال في الدوري الأسباني وكتبت اختبار آخر من نار لبرشلونة. طبعا برشلونة بعد الهزيمة أمام ريال مدريد انتقادات كثيرة جدا جدا كمان على مستوى دوري الأبطال، انتقادات على مستوى الإدارة الفنية، ولكن هنشوف برشلونة مشواره هيوصل لغاية فين. طيب نسيب أسبانيا ونطلع على فرنسا، نروح لجريدة الليكيب الفرنسية اللي ركزت على باريس سان جيرمان وقضية الحسابات الوهمية طبعا لمهاجمة المعارضين، وكتبت المؤامرة في المؤتمرات في المحكمة أو المؤامرات في المحكمة. طبعا قصة كبيرة جدا وقضية كبيرة جدا في باريس سان جيرمان، يمكن قضية يعني بعض السوشيال ميديا المزورة اللي بتتهم الإدارة و و و و والإدارة بتسعى أو عندها بعض الآليات في السوشيال ميديا للهجوم على شخص أو آخر. فأعتقد دي يعني قضية مهمة جدا بتهتم بيها جريدة ليكيب الفرنسية. كمان الجريدة اهتمت بنادي أولمبيك مارسيليا وكتبت غربلة كبيرة في أولمبيك مارسيليا. اهتمت كمان بحارس الميلان الدولي الفرنسي مايك مينان المصاب، وكتبت مشاركة مينان في كأس العالم في خطر. طبعا هو حارس مرمى الميلان وطبعا مهدد بعدم وجوده في كأس العالم نتيجة للإصابة. طيب نروح لإيطاليا، لجازيتا دي السبورت الإيطالية ركزت على مستقبل المهاجم البلجيكي روماريو لوكاكو لاعب الإنتر المعار من تشيلسي، وكتبت تشيلسي يطلق لوكاكو. كمان اهتمت بحارس الميلان زي ما قلنا لحضراتكم مايك، ده حارس المرمى الفرنسي، وكتبت ماينان يعود في 2023 أو عدم مشاركته مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم القادم. نروح لإنجلترا سريعا، جريدة صن الإنجليزية اللي ركزت على فوز ليفربول 1-0 على ويست هام، وفوز مانشستر يونايتد 2-0 على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت ليفربول ومانشستر يونايتد يحلقان. طبعا على مستوى ليفربول زي ما بقول لحضراتكم يعني 3 مباريات متتالية فوز، عودة الثقة مرة تانية خاصة تألق نجمنا الكبير محمد صلاح وعودته مرة تانية للتركيز والتهديف والأسيست، وكل لما نتفرج عليه بنستمتع حقيقة بأداء محمد صلاح اللي يمكن كان مع بداية الموسم مش هو بس، كان ليفربول يعني بوجه آخر، ولكن يظهر الوجه الحقيقي لليفربول.